ايضا انطلاقت اشواط هجن ابناء القبائل مع هذا السن سن الايداع، وفي رابع ايام هذا المهرجان السنوي الكبير الذي ياتي في عاصمة الميادين ميدان الوثبة، حيث ينطلق ايضا شوط جديد من اشواط الخير والبركة، وهو الشوط الثاني عشر الخاص ايضا بالقعدان المهجنات مع هذه الاعداد المشاركة والمنطلق ايضا بامال وتحقيق الفوز والناموس خلال هذا الانطلاق، والذي يصل نصاب هذا الشوط الى 100 مشارك في هذا الانطلاق، وهذا دليل ايضا على نجاح هذا المهرجان الذي دائما يستمر في ارضية هذا الميدان ميدان الوثبة عاصمة الميادين. ننطلق مع هذه الاسماء ونتابع المقدمة، وفي المركز الاول خلال هذا الانطلاق وخلال ايضا هذا التحدي الرائع والجميل مسكت محمد بن قريب بن راشد الاكتبي من ياتي على مقدمة هذا الشوط وعلى المركز الاول. المركز الثاني ننتقل مباشرة الى المركز الثاني، لدى وجود ايضا غزالان ساري بن بلوش بن براك المزروعي من يحتل المركز الثاني، بينما المركز الثالث هناك سمهوي عبد الله بن مصبح بن عبد الله الاكتبي، والمركز الرابع هناك ايضا مشاهدينا الاعزاء ياتي عالي لسيد سويدان بن عبيد بن سويدان من يحتل ايضا مشاهدينا الاعزاء في هذا الانطلاق مع المركز الرابع، بينما المركز الخامس مشاهدينا الاعزاء مكفي معجب بن سعيد للخيارين الهاجري من ياتي ايضا في انطلاقه هذا الشوط مع المركز الخامس. سادسا هنا ايضا وجود رياض لسيد سالم بن حمد بن قناص العامري مع المركز السادس، والمركز السابع هناك انطلاقه الرمادي احمد بن سعيد بن احمد الرميدي من يقدم الرمادي على المركز السابع والمركز الثامن. ننتقل مباشره الى المركز الثامن في هذا الانطلاق، لدى وجود الشهم مبخوت بن سالم بن مبخوت المنهالي مع المركز الثامن. تاسع المراكز ياتي هناك ايضا شاهين لسيد سعيد بن عبيد بن محمد الحميري مع المركز التاسع، بينما عاشرا ياتي سلام لسيد عيسى بن سعيد بن سبت الخيالي من يحتل المركز العاشر في هذا الانطلاق وفي هذا التحدي الرائع والجميل. بهذا مشاهدينا الاعزاء اكملنا ندائنا الاول للعشر المراكز المتقدمة لدى انطلاقة هذا الشوط وتحديات هذه الأسماء التي تنطلق في هذا الشوط، والتي نتمناها بأن تتحقق أيضا آمال الفوز والناموس مع جميع المشاركين خلال هذا الانطلاق. العودة إلى المقدمة، العودة إلى الصدارة، العودة إلى المركز الأول، هناك من ياتي مكفي على مقدمة هذا الشوط معجب بن سعيد، معجب بن سعيد بن أبقع الخيارين من ياتي ايضا هنا مع ايضا مقدمة هذا الشوط ومع المركز الاول خلال هذا الانطلاق وخلال ايضا هذا التحدي الرائع والجميل في انطلاقة هذا الشوط وتحديات ايضا هذه الاسماء. ننتقل الى المركز الثاني، هنا لدى تواجد ايضا مشاهدين الاعزاء مسكت محمد بن غريب بن راشد الاكتبي من ياتي ايضا على المركز الثاني خلال هذا الانطلاق وخلال هذا التحدي الرائع والمثير. ثالثا ياتي هناك ايضا سمهوي عبد الله بن مصبح بن عبد الله الاكتبي مع المركز الثالث، تدخلات ايضا خطيره خلال هذا الانطلاق، الرمادي احمد بن سعيد بن احمد الرميدي من ياتي ايضا على المركز الرابع، ولكن وصول من الجانب الاخر هناك مشاهدين الاعزاء وتدخلات هملول محمد بن عبد الله بن احمد بن زعل البلاسي من ياتي ايضا على المركز الرابع لينتقل الى المركز الثاني. تبادل سريع، تحدي مثير، انطلاق رائع وجميل للقائة مع هذه الأسماء التي تنطلق هنا في أرضية هذا الميدان. وصل الحذر، تدخل الحذر على المركز الخامس مشاهدينا الأعزاء، سلم بن سالم بن حمد بن يطبع العامري من يأتي على المركز الخامس في هذا الانطلاق وفي هذا التحدي الرائع والجميل. الله، يا سلام يا سلام يا سلام، هنا المقدمة، هنا الصدارة، هنا المركز الأول. تابعوا الأسماء القادمة، راقبوا الأسماء التي بدأت بالتدخل السريع نحو المراكز المتقدمة، وسوف تأتي الأمتار الأخيرة بسرعة أكثر مع اللحظات الأمتار الأخيرة. الله، القيادة والصدارة، هملول هملول على مقدمة هذا الشوط، غير إلى المركز الأول، غير إلى الصدارة، محمد بن عبد الله بن أحمد بن زعل الفلاسي من يأتي على مقدمة هذا الشوط
الصوت مكفي مكفي على المركز الثاني معجب بن سعيد الخياري من ياتي ايضا على المركز الثاني خلال هذا الانطلاق بينما المركز الثالث الحذر وحذاري من الحذر حذاري من الحذر هنا تدخل الحذر لا سيد مسلم بن سالم بن حمد بن يطبع العامري مع المركز الثاني خذ المركز الثاني المركز الثالث هناك ياتي وبران على المركز الثالث في هذه اللحظات وفي هذه التحديات جابر بن سلطان بن راشد الخيالي من ياتي ايضا على المركز الثالث المركز الرابع هناك ايضا ياتي مسكت محمد بن غريب بن راشد الكتبي مع المركز الرابع خامسا ياتي ايضا هناك ايضا مسكت حمد بن طعيب بن حمد بن غدير الكتبي من ياتي ايضا على المركز الخامس في هذه اللحظات وفي هذه التحديات سادسا ياتي هناك ايضا مشهور محمد بن مطر الكتبي من ياتي ايضا على المركز السادس خلال هذه اللحظات سابعا وهناك التدخل مشاهدينا الاعزاء من صاغان محمد بن عبد الله بن كيله العامري وصل تدخل انضم الى المراكز المتقدمه بدات الاسماء تاتي بدات تتدخل مع اللحظات الاخيره القياده والصداره المقدمه والمركز الاول خلال هذا الانطلاق هملول هملول محمد بن عبد الله بن احمد بن زعل الفلاسي من يقدم هملول على مقدمه هذا الشوط على المركز الأول خلال هذا الانطلاق وخلال أيضا هذا التحدي الرائع والجميل لينطلق أيضا بعلامة الجودة على مقدمة هذا الشوط وعلامة الجودة تأتي بوضعية الزعفران التي تطلع بها أيضا رأس المطية تكريما لها بأيضا وصولها بثلاث المراكز المتقدمة وها هو هملول منطلق مع المقدمة ولكن مسكت مسكت وصل مسكت انطلق مسكت يا الفلاسي هنا مع المركز الثاني حمد بن طعيب حمد بن غدير الكتبي مع المركز الثاني خلال هذه اللحظات ياتي وبران على المركز الثالث جابر بن سلطان بن راشد الخيالي وهناك ايضا شعار بن كيله تدخل مع المركز الرابع في هذه اللحظات صغان محمد بن عبد الله بن كيله العامري ما شاء الله التحديات الاخيره مع الامتار النهائيه لانطلاقه هذا الشوط ولكن المقدمه يا سلام هملول هملول على مقدمة هذا الشوط محمد بن عبد الله بن احمد بن زعل الفلاسي من يعلم بانطلاقة هملول على المركز الاول خلال هذا الانطلاق الرائع والجميل والتحديات المثيرة التي تاتي بانطلاقة هملول ولكن مسكت جولة الاوامر النهائية كما سميت ال 500 متر الاخيرة والخطيرة مسكت وهملول الاثنين انفردوا ولكن التحديات مع المركز الثالث في هذا الانطلاق وفي هذا التحدي هنا ايضا مجد سالم بن هلال بن طماطم الاعفاري ولكن خلاص 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 هناك المقدمه هناك الصداره هملول على مقدمه هذا الشوط مسكت وهملول هملول ومسكت مسكت وهملول واللي يسجل ايضا مشاهدينا الاعزاء اذا تم على هذا المسار ما شاء الله هملول 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 مشاهدينا الاعزاء ليسجل الناموس في هذا الانطلاق وليعلن ايضا ان في رصيده ثلاث سيارات ليحقق ايضا الثلاث سيارات التي في رصيد هملول مشاهدينا الاعزاء لا سيد محمد بن عبد الله بن احمد بن زعل الفلاسي المركز الثاني مسكت لا سيد حمد بن طعيب بن حمد بن غدير بينما ثالثا اتى مشاهدينا الاعزاء مجد لا سيد سالم بن هلال بن طماطم الاعفاري والمركز الرابع مشاهدينا الاعزاء كان من نصيب سياف لا سيد سويد بن حسام بن سويد الدوسري بينما خامسا كان مشاهدينا الاعزاء اللي في المركز الخامس كان ايضا هزام له سيد علي بن جابر بن حمد بن حسين البريدي ما شاء الله تحدي جميل وانطلاق رائع حتى الامتار الاخيره ولكن هملول هو ايضا من حقق ايضا هذا الفوز والانتصار ليسجل توقيت زمني 9 دقائق 19 ثانيه 8 اجزاء من الثانيه تهانينا والناموس لسيد محمد بن عبد الله بن احمد بن زعل الفلاسي على هذا الفوز والانتصار والذي حمل السلام للمرة الثانية لأهالي مردف المركز الثاني مشاهدينا الأعزاء كان من نصيب مسكت لا سيد حمد بن طعيب بن حمد بن غدير الكتبي 9 دقائق 20 ثانية 3 أجزاء من الثانية بينما المركز الثالث كان أيضا مشاهدينا الأعزاء من نصيب مجد لا سيد سالم بن هلال بن طماطم الأحفاري 9 دقائق 22 ثانية 9 أجزاء من الثانية